الدب أكبر حيوان لاحم. منذ آلاف السنين، حين أمعن البشر النظر إلى السماء، وجدوا تلك النجوم المتلألئة ترسم لهم في أذهانهم شيئاً وحيداً، هو الدب، فصاروا ينظرون إليه كحيوان ذي قوة هائلة، فنسجوا عنه الأساطير الكثيرة، حيث ساد اعتقاد عند الهنود الحمر أن الدب حيوان أسطوري خلق بعد الإنسان ليكون أقوى منه. الدبابة حيوانات قوية مفترسة، تتشابه جميع أنواعها بشكلها الخارجي، تمتاز بمشيتها المتثاقلة، فهي بالكاد ترفع أقدامها عن الأرض، لكن يمكنها الإسراع عند الضرورة، كما تمتاز بإمكانية الوقوف على القائمتين الخلفيتين لتبدو ضخمة ومرعبة. يطلق على الدبابة اسم اللواحم، أي آكلة اللحوم، لكنها في الحقيقة متنوعة الغذاء، لأن غالبيتها تأكل أي طعام تعثر عليه. لا يلعب الأب أي دور في تربية صغاره، وتقع المسؤولية على الأم التي تحميهم وترعاهم. وحين تلد الأنثى جروها، يكون مثل كرة اللحم، فتداوم على لعقه وتنظيفه بلسانها حتى تتميز أعضاؤه. وقد ساد اعتقاد قديم أن أنثى الدب تلد جروها من فمها وتشكله بلسانها. تعيش الدبابة في المناطق الباردة من الكرة الأرضية، حيث تعيش في ألاسكا ثلاثة أنواع من الدبابة، هي الدب الأمريكي الأسود الذي يعيش في غابات أمريكا الشمالية، وهو الأكثر انتشاراً ويقتات على النباتات والفاكهة والحشرات. الدب الأبيض القطبي الذي يعيش في المحيط المتجمد الشمالي، وهو أكبر أنواع الدبابة، كما أنه مفترس قوي وسباح ماهر، حيث يستطيع السباحة لساعات طويلة بحثاً عن طعامه. الدب الأشهب أو دب غريزلي يعيش في أحراج أمريكا الشمالية، يغط في سبات عميق عند مجيء الشتاء، ومع حلول فصل الربيع يخرج من سباته وينطلق نحو الأنهار ليستقبل أسماك السلمون العائدة من هجرتها الطويلة. تتجمع الدبابة عند النهر، ففي مثل هذا الوقت من كل عام ومنذ آلاف السنين يحدث أكبر تجمع للدبابة في العالم، وقد يشتد العراق على المكان الأنسب لأن السلمون وجبة تستحق القتال. كان الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت المعروف بتيدي مولعاً بالصيد، وفي عام 1902 خرج للصيد فوجد دباً أشهباً صغيراً، فلم يطلق عليه الرصاص وأخذه معه لتربيته. ولما علم أحد صانعي الألعاب بالقصة استغل الحادثة وقام بصنع دب صغير وسماه تيدي على اسم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ذاع صيت هذه اللعبة عالمياً. الدب ذو النظارات يعيش في قارة أمريكا الجنوبية نوع واحد من الدببة يتميز بدائرة بيضاء حول عينيه، لذلك يسمى الدب. الدب الكسلان يعيش في الهند وسريلانكا، ويمتاز بشعر طويل مجعد. ولعل أجمل أنواع الدببة وأندرها دب الباندا، يعيش في غابات البامبو أو الخيزران في الصين. يأتي الأنواع بأنه لا يأكل اللحم،
بل يتغذى على نبات وجذور الخيزران بشكل حصري، فبإمكانه أن يأكل 600 ساق خيزران في اليوم الواحد وهو جالس. سنقوم الآن بصنع وجه دب الباندا بفن طي الورق. انتبهوا جيداً. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل. نطوي النموذج مناصفة على طول المنصف ثم نعيده. نطوي زاويتي المربع السفليتين نحو المركز. نطوي الطرف العلوي للنموذج نحو الخط المركزي الأفقي. نطوي الرأس العلوي الأيسر طية عكسية نحو الداخل. نطوي الرأس العلوي الأيمن طية عكسية نحو الداخل أيضاً. نطوي طرفي الطبقة الخارجية طية صغيرة نحو الأعلى كما يظهر لكم. نقلب النموذج ثم نطوي الرأس السفلي نحو الأعلى، ثم نرسم خطاً أفقياً موازياً لخط الطي، ثم نطوي نحو الأسفل، ثم نرسم خطاً موازياً آخر، ثم نطوي طية صغيرة نحو الأعلى ليستقيم الشكل. وهكذا يتشكل لدينا وجه الدب الورقي الجميل. وسنقوم مرة أخرى بإعادة الخطوات كاملة. ركزوا انتباهكم. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل. نطوي النموذج مناصفة على طول المنصف ثم نعيده. نطوي زاويتي المربع السفليتين نحو المركز. نطوي الطرف العلوي للنموذج نحو الخط المركزي الأفقي. نطوي الرأس العلوي الأيسر طية عكسية نحو الداخل. نطوي الرأس العلوي الأيمن طية عكسية نحو الداخل أيضاً. نطوي طرفي الطبقة الخارجية طية صغيرة نحو الأعلى كما يظهر لكم. نقلب النموذج ثم نطوي الرأس السفلي نحو الأعلى، ثم نرسم خطاً أفقياً موازياً لخط الطي، ثم نطوي نحو الأسفل، ثم نرسم خطاً موازياً آخر، ثم نطوي طية صغيرة نحو الأعلى ليستقيم الشكل. وهكذا يتشكل لدينا وجه دب الباندا الورقي الجميل. الدب السوري إحدى سلالات الدب الأشهب وأصغرها حجماً. موطنها الأصلي سوريا ولبنان وفلسطين والأناضول والعراق وإيران. لونه مصفر إلى بني قاتم. كان وافر العدد بداية القرن العشرين، وكانت رؤيته مألوفة في سوريا ولبنان. تعرض للصيد الكثيف خاصة من قبل جيوش الاحتلال التي نزلت البلاد.
كانت آخر رؤية للدب السوري في الجولان عام 1917 على سفوح جبل الشيخ، وبقي في الجبال الساحلية السورية واللبنانية حتى نهاية خمسينات القرن العشرين، ومع بداية الستينات اختفى ولم يعد له أثر في سوريا ولبنان، ويحافظ عليه اليوم في تركيا عن طريق الجمعيات العالمية. كما يوجد دب سوري أسمر في حديقة حيوانات ميلبورن الملكية في أستراليا. سنقوم الآن بصنع وجه الدب السوري الجميل بفن طي الورق، انتبهوا جيداً. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل. نطوي النموذج مناصفة على طول المنصف، ثم نجلب طرفي المربع الأعلى والأسفل نحو المنصف. نجلب زاويتي النموذج من الجهة اليمنى نحو الخط المركزي العمودي. نكرر العملية بجلب زاويتي النموذج من الجهة اليسرى نحو الخط المركزي العمودي. نجلب الزاوية السفلية اليمنى نحو المركز. ثم نكرر العملية مع الزاوية العلوية اليسرى. نطوي الزاوية السفلية نحو الأعلى بشكل مائل. نطوي الطرف الأيسر الصغير للمربع نحو الخط المركزي العمودي، ثم نعيده. ثم نطوي الطرف الأيمن للمربع، ثم نعيده. ثم نقوم بسحب الطبقة الخارجية من رأس المثلث الأعلى نحو الأسفل مع طي الجوانب ليستقيم الشكل. نقلب النموذج، ثم نرسم خطاً أفقياً كما يظهر لكم، ومن هذا الخط نطوي الطرف السفلي للنموذج نحو الأعلى. نرسم خطاً أفقياً صغيراً كما يظهر لكم، ومن هذا الخط نطوي الرأس نحو الأسفل، ثم نرسم خطاً أفقياً آخر ونطوي طية أخرى نحو الأسفل ليستقيم الشكل. نطوي الرأسين السفليين الصغيرين نحو الداخل. نطوي الرأس السفلي نحو الأعلى، ثم نطوي الرأس العلوي نحو الأسفل ليلتقيا. نقلب النموذج، ثم نطوي الرأس العلوي الأوسط نحو الأسفل. نطوي رأسي النموذجين العلويين طية عكسية صغيرة نحو الداخل. نقلب النموذج، وهكذا يتشكل لدينا وجه الدب السوري الجميل. وسنقوم مرة أخرى بإعادة الخطوات كاملة، ركزوا انتباهكم. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل. نطوي النموذج مناصفة على طول المنصف، ثم نجلب طرفي المربع الأعلى والأسفل نحو المنصف. نجلب زاويتي النموذج من الجهة اليمنى نحو الخط المركزي العمودي.
نكرر العملية بجلب زاويتي النموذج من الجهة اليسرى نحو الخط المركزي العمودي. نجلب الزاوية السفلية اليمنى نحو المركز. ثم نكرر العملية مع الزاوية العلوية اليسرى. نطوي الزاوية السفلية نحو الأعلى بشكل مائل. نطوي الطرف الأيسر الصغير للمربع نحو الخط المركزي العمودي، ثم نعيده. ثم نطوي الطرف الأيمن للمربع، ثم نعيده. ثم نقوم بسحب الطبقة الخارجية من رأس المثلث الأعلى نحو الأسفل مع طي الجوانب ليستقيم الشكل. نقلب النموذج، ثم نرسم خطاً أفقياً كما يظهر لكم. ومن هذا الخط نطوي الطرف السفلي للنموذج نحو الأعلى. نرسم خطاً أفقياً صغيراً كما يظهر لكم. ومن هذا الخط نطوي الرأس نحو الأسفل. ثم نرسم خطاً أفقياً آخر، ونطوي طية أخرى نحو الأسفل ليستقيم الشكل. نطوي الرأسين السفليين الصغيرين نحو الداخل. نطوي الرأس السفلي نحو الأعلى، ثم نطوي الرأس العلوي نحو الأسفل ليلتقيا. نقلب النموذج، ثم نطوي الرأس العلوي الأوسط نحو الأسفل. نطوي رأسي النموذجين العلويين طية عكسية صغيرة نحو الداخل. نقلب النموذج، وهكذا يتشكل لدينا وجه الدب السوري الجميل.